عبد الباسط بالنسبه لدراسه القران في جمهوريه مصر العربيه واقبال الناس عليها، وهل هناك عدد من الاجيال او من الشباب المسلم يسيروا في هذا الطريق؟ يعني الدوله حاليا مهتمه جدا بحفظ القران في المدارس، وكل مدرسة أو كل كتاب أو أي ساعة في تجهيز يعني من كل اتجاه يعني معين في اتجاه أعداد كبيرة يعني الدولة دلوقتي بتهتم بحفظ القرآن وبتشجيع المحافظة للقرآن. قلت الشيخ عبد الباسط أود أن أقرأ أو تكرموا معنى آية من القرآن الكريم على القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. وَيَذَكَّرُ
ان شاء الله لكم مني تحيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.